استخدم العبارة الوضيعة، لأنه شريف، الشرف هي حالة من النقاء النفسي التي تجعل أي قذى يظهر على طول مثل الثوب الأبيض. تستطيع أن تلبس الثوب الملون لشهور دون أن تغسله ولا ينتبه أحد إلى أنه قديم، لكن الثوب الأبيض يمكنك أن تلبسه وتذهب إلى مشوار واحد ثم تعود وتخلعه، لأن الأذى البسيط يؤثر فيه ويظهر فيه. الشرف بهذه الصورة، ولذلك الشرفاء دائما يغضبون، الشرفاء يغضبون، لكن غضبهم لا يدفعهم إلى حالات من الانتقام لا تليق بالشرفاء. هم يحزنون، لكن مع حزنهم لا يتخلصون من هذا الحزن بطريقة دنيئة أو بطريقة ذليلة لا يقبلها الشرفاء. الحالة الوحيدة اللي يصبح الذل هو أعلى سقف من أسقف الشرف هي الذل لله عز وجل. تدري لماذا؟ لأنك تعاليت على كل من سواه. لما تذل الله فأنت تعاليت على كل من سواه. ثم ماذا بعد ذلك؟ أنك في مقياس الله أنت في حالة علو. لماذا؟ لأن الله قال عن الذين آمنوا أولئك هم خير البرية، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ويقال لذلك الذي كان يعتز بالنذالة ويعتز بالكذب ويعتز بالمعصية ويعتز بالغدر وبكل تلك الأفعال ويعتز بها ويفاخر بها، يقال له يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم. مو بنت اللي كنت تقول هي، شوف الآن دار الذلة والمهانة الحسية والمعنوية في جهنم والعياذ بالله. الشرف حالة من حالة عند الإنسان، شعور عند الإنسان يدفعه إلى الترفع عن الرذائل وسفاسف الأمور وما لا يليق بالعقلاء وما لا يليق بالشرفاء. ولذلك كان هناك ميثاق يسمونه في بعض الحروب، يسمونه ميثاق النبلاء. هؤلاء لا يطعنون في الظهر ولا يقاتلون الأعزل ولا يطردون الفار. كان النبي يوصي بهذا صحابته. لماذا؟ لأن هذه الأعمال لا تليق بالشرفاء أبدا ولا يفعلونها. وهذا من العزة، وهذا من العزة، هذا من العزة. إذن مكون العزة الأساسي هو الشعور بالشرف.